اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. احمد ثابت بيعدل عليا بس ماشي، بعدين هقول لكم ليه دلوقتي وهفهمكم بس ماشي. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ بيعدل عليا انا وانت؟ لا مش غير التعديل بس، ده داخل وواثق قوي، واثق من نفسه جدا. بصوا بقى يا جماعه اللي حصل دلوقتي، احمد ثابت هو داخل قال لي، بقول لك يا كابتن اسلام احنا ما خدناش 18 بطوله بس، احنا خدنا 22. فقلت له مين يا ابني اللي خد 22؟ قال لي لا هم 22. وبعدين طلع الورقه وطلع تليفونه وعمل يعمل كده، قال لي لا تصدق 18 صح. متحمس. لا 22 بالقدم. ايوه، ما احنا واحنا هي نهله بتلعب قدم. انت حسبت انت في ال 18 حاسب ايه؟ 6 صح؟ ايه؟ لا مش حاسبها. 18 طايره وسله ويد واربعه قدم، 22 وهتحسب. وعندك اثنين تنس طاوله، اربعه رجال وسيدات، اربعه، اثنين رجال دوري وكاس، يبقى 26. وفي دوري كره الميه، وكاس كره ميه، وكاس كره ميه، هتضيف سته. انا عندي فوق 35 درع وكاس. 35 عايزين لوكيشن لوحدهم، عايزين لوكيشن. احنا عمالين نفكر بقالنا 3 ساعات هنحط يعني جمهور النادي الاهلي. محتاجين قناتين. نعم قناتين جنبهم. ايوه نحطهم جنب بعض صحيح.